على مدار 12 أسبوعا احتضن ملعب عفرين الرياضي الدوري الأول من نوعه لكرة القدم على مستوى منطقة غصن الزيتون. غالبية الفرق المشاركة هي فرق مهجرة من عموم المناطق السورية. اليوم نحن كنادي الشام دخلنا على بطولة الدرجة الأولى وإن شاء الله عيننا على اللقب. اليوم لعبنا مع نادي كفر زيتة ولحد الآن نتيجة 7-3 الحمد لله، وفي لقاء الديربي إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 2 مع نادي عفرين، وهو اللقاء الأقوى على الإطلاق، يعني سيحدد من بعد هذا اللقاء من سيحمل اللقب. يشارك في الدوري 12 فريقا تأهلوا لمصافي الدرجة الأولى، فيما هبط 12 فريقا لمصافي الدرجة الثانية بعد دور تصنيفي أقيم سابقا بنظام المجموعات وسط حضور جماهيري كبير من أهالي المنطقة والمهجرين إليها. أنا وصلت متأخر لكن المباراة جميلة جدا، والفنيات بالفريقين ولا يعني قمة اللعب بالفريقين، في فرق إن شاء الله، لكن اليوم الفريق كان نادي الشام ندي أكثر وفرصه منيحة ولعبه مميز يعني، والحمد لله. وأنا بشجع الفريق واللعب الحلو، ما بشجع فريق واحد، بعني أنا بنتمي لنادي الشام لكن أنا بشجع اللعب الحلوة. منطقة عفرين تشهد نشاطا رياضيا كبيرا، لا سيما مع اهتمام المكتب الرياضي التابع للمجلس المحلي بالرياضة والشباب ودعم الدورات الرياضية في مختلف أنواعها. جمعت البطولة المقامة على أرضية ملعب عفرين الرياضي جميع أندية المناطق المهجرة تحت مسميات مدنها. البطولة أتت بعد دور تصنيفي تأهلت من خلاله الفرق المشاركة في مسعى منها لنيل اللقب. أحمد الشمالي، حلب، اليوم مدينة عفرين.